السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تغطية لحساب اي كلاود لجهاز ايفون 7 بلس مع شبكة. طبعا شرحته بثلاث ادوات وهي الاداة الرابعة. ياريت تنتبه على الخطوات عشان تكون طريقة صحيحة 100% وما تتجاوز اي خطوة. بداية ياريت اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في هذا الفيديو راح نستخدم أداة AT Unlock. هاي الأداة شرحتها في ثلاث فيديوهات سابقة. أداة يعني سهلة جدا في التعامل، مريحة، ما فيها كثير، بتعالج كمان مشكلة الدرايفرات. يعني اي حد عنده مشكلة في التعريفات، في حتى بنسخة الويندوز، هاي الاداة بتتجاوز كل المشاكل هاي لانه فيها نظام خاص بيشتغل داخلها. اول شيء الجهاز لازم يكون مقفل، قفل عليه قفل. نتجاوز القفل ونفتح الجهاز بشبكة بشكل كامل ونجرب الشبكة. راح اترك لك رابط تحميل الأداة بالوصف. خلينا نبلش مباشرة. أول شيء بعد ما تفتح معك بالواجهة بالطريقة هاي، نضغط على General Hello Files، الجهاز بوضع تشغيل. هون بيطلب منك يعني زي ما شايفين جهاز شغل. هون بيحكي لك إنه بدنا ندخل الجهاز بوضع الريكفري، نضغط يس. هنا بعد ما دخل الجهاز بوضع الريكفري بدنا ندخله بوضع الديفيو مود، نضغط على باور ديفيو مود، نضغط ستارت مع خفض الصوت والباور. نضل ضاغطين شوي بالشاشة، بعدين بفلت الباور وبضل ضاغط خفض الصوت. هيك دخل معي الجهاز بوضع باور ديفيوز. الآن بترك الجهاز لغاية ما ياخذ الأمر. فتحت معي الشاشة بالطريقة هاي. بروح على خيار باك أب باس كود، اضغط عليه. اترك الجهاز بيشتغل لوحده. أداة هيك بتشتغل بدون ما تعمل أي خطوات تانية. في ميزات في هاي الأداة إنه هي بتعمل فيكس درايفر، بتحول جهازك على وضع تست مود عشان السوفت وير. زي ما شايفين أخذت الرام ديسك. هلا راح تاخذ الباك اب مباشرة. يعني هذا الامر مجرد ما انت ضغطت الزر هي بتقوم بعملية الرام ديسك وبتاخذ باك اب للاكتف، ل تاخذ نسخة احتياطية للشبكة. هون بحكي لك اوريدي باك اب، دو يو ونت تو اوفر رايت يس. باك اب ساكسسفول. اذا المسج اللي قبل هاد ما اجاك ما في مشكله، هو بس المسج انه انا ما اخذ باك اب قبل هيك للجهاز. اعطيه اوكي، اخذ الباك اب والامور تمام. الان الخطوه التاليه بدي اعطي الجهاز باك اب. قبل ما اعطيه باك اب لازم اعمل ضبط مصنع للجهاز. بروح على خيار فاكتوري ريست وبضغط عليه وبعطيه يس. وانا بحكي لك انه تم مسح الملف. الان بضغط على خفض الصوت، هو المفروض انه يعمل ريست لوحده. خلينا ننتظر
شوف بيعمل ريست لوحده الجهاز، هو ما زال بعد. اذا ما قام بعملية ريستارت يعني طفى واشتغل، لا هي طفت. دام هيك هيك المفروض انه لا يشتغل بشكل كامل، بعدها نقدر نكمل الخطوات التالي. طبعا زي ما انتم ملاحظين العملية هنا بشكل اسرع الاداة، لانها بتقوم في اوامر لوحدها بدون ما انت تشتغل عليها. في نهاية الفيديو راح نشرح طريقة التواصل مع صاحب الأداة. جهاز بيطفي وبيشتغل ليكمل عملية ضبط المصنع. لا تنسى اللايك، ادعمني باللايك عشان اضل اكمل واضل انزل فيديوهات مشابهة تساعدكم وتساعد الجميع. جهاز الان في عملية تشغيل، انتم شايفين الاصدار 15.8. طلبتوا مني فيديوهات في أداة EFT، برضو راح أعمل فيديوهات إن شاء الله عليها، بس يعني بعمل بالتدريج إن شاء الله راح يكون لكل جهاز لكل الأدوات فيديو. الشريحة أنا تاركها بالجهاز، بتقدر تكون يعني تشيل الشريحة، بتقدر تخليها زي ما بدك. بعد ما فتح معنا الجهاز بالشكل هذا، طبعا هيك الجهاز عمل ضبط مصنع وسكر اي كلاود بشكل كامل. الان بدنا نعمل عملية ارجاع النسخة الاحتياطية للشبكة عشان يفتح معنا بشكل كامل. الان بضغط على باور ديفيوود، هيك بدخل الجهاز تلقائيا في وضع الريكفري. بعدها بضغط على ستارت، بضغط خفض الصوت والباور، بضل ضاغط عليهم ثانيتين وبرفع ايدي على الباور وبضل ضاغط خفض الصوت. وبترك الجهاز. هيك الجهاز دخل في وضع باور ديفيو مود مباشرة. الان بعطيه ري اكتف باسكود، اضغط عليها. زي ما انتم شايفين يعني بالنسبة للأدوات الثانية اللي بنستخدمها، أمر الرام ديسك احنا بنعمله بعد ما يخلص، احنا اللي بنعطي أمر ري اكتف باسكود أو الباك اب. في هاي الأداة أنت بتعمل أمر وهو بدخل الجهاز في وضع الرام ديسك وهو بيعمل الاكتف او الباك اب لوحده، يعني انت بس بتعطيه امر واحد. انتم شايفين دخل في وضع الرام ديسك. الان بيعمل ريستور للاكتيفيشن، بعمل
إعادة تثبيت لملفات الشبكة، وبتخطى طبعا الاي كلاود. طبعا بيعمل هنا خلص واعطاني انه بده يعمل ريستارت. برضه كمان بيعمل منع للابديت، يعني بيعمل ايقاف للابديت للتحديث تليفون، اسف، يعني بوقف التحديث عشان الجهاز ما يرجع يفتح معك ويسكر معك. اعمل ريستارت. لاحظت العملية بشكل أسرع قامت، يعني بالنسبة للفيديوهات الباك أب تشغيل الشبكة، الأوامر أقل هون وأكثر، يعني أسرع بصراحة. الآن جهاز زي ما شايفين أعطاني هون لغة، بعمل اللغة وبعمل المنطقة، بختار الدولة، بختار، بكمل إعدادات بشكل كامل. يعمل السيت اب كاملة، يعني هون بيختلف عن الأدوات التانية إنه هون بتعمل السيت اب، هناك ما بتعمل السيت اب. هون بيحكي لك إذا بدك تدخل الآي كلاود، إذا بدك مباشرة هون بتدخل الآي كلاود الجديد تبعك عشان يكمل، أو بتتجاوز الخطوة. أنا ما راح أدخل آي كلاود. انتظر ليخلص، هون بيعد. الطرق الثانية بتخطى هاي العملية، يعني انت ما بتعملها. هون لازم تدخل خطوة، تقدر مباشرة تدخل الاي كلاود مباشرة من هون وتكمل الخطوات. انا ما بدي ادخل الاي كلاود، بدي set up later in setting don't use agree agree keep my iPhone not now enable set up later don't share okay okay okay. فتح الجهاز زي ما انتم شايفين بشكل كامل. نجرب الشبكة، نتصل على التليفون. اشتغل الشبكة بشكل طبيعي. ألو ألو، برضو بنعمل اتصال. أنا بحب أجرب الجهتين أمامكم حسب طلبكم، يعني أنتوا بتطلبوا مني هاي الشغلات، في ناس بتحب تتأكد. زي ما انتم شايفين اشتغل شبكة بشكل طبيعي 100%. طبعا عشان تتواصل مع صاحب الأداة بتضغط على About، هون بتقدر من التليجرام أو من الواتساب من هذا الرقم، أو تسحب الكيو آر على الواتساب عندك فتبين عندك الرقم، بتقدر تتواصل معهم ل شحن الرصيد او الكذا. طبعا هم تكلفة الجهاز بياخذوا عليه $5 على فتح الجهاز الواحد. انت بتنسخ الرقم اللي هون الاي سي دي وبتبعت له اياه وبتحول له $5 وهو بفعل لك اياه، بصير هون في صح جنب الرقم. انا ليه ما عندي صح؟ لاني انا مشترك فيها سنوي، انا عامل اشتراك سنوي، لانه انا بحتاجها بشكل كبير في الاجهزة لانها بتدعم لغاية iOS 17، وأغلب الأدوات المجانية لغاية 16.9، وأغلب الأجهزة صار عليها تحديثات الآن نحتاج 17، لا خصوصا للآيباد.
هذا كان الشرح لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الشرح. لا تنسى اللايك، تدعمنا باللايك. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.